الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير ما تسمى نظرية أو مبدأ المسارع، The Accelerator Principle or Accelerator Theory، المعنى نفسه، الاسم نفسه. وعلى بركة الله نبدأ. تعتبر نظرية أو مبدأ المسارع، The Accelerator Theory or Principle، من موضوعات نظرية النمو، Growth Theory، الهامة في مجال الاقتصاد الكلي، وتساعدنا على فهم أعمق للدورة التجارية وما يسمى Business Cycle. عادة ما يوظف علماء الاقتصاد أثر المضاعف. هناك الكثير من المقاطع التي قدمتها على هذه القناة تتحدث عن أثر المضاعف ومسمى Multiplier Effect، اللي هو مضاعف الإنفاق المستقل، من المبادئ الأهمة. فالاقتصاديون عادة ما يوظفوا أثر المضاعف Multiplier Effect ومبدأ المسارع في تحليل الدورة التجارية وتفسير التذبذبات أو يسمى Fluctuations حول اتجاه الدورة نفسها. الآن دعنا نستخدم التوضيح البياني هذا. المحور الأفقي عامل الزمن، شهور أو سنوات أو أربع السنوات وهكذا. المحور العمودي التغير في الناتج المحلي الإجمالي، هذا الآن التذبذب هذا الذي يحدث في الناتج المحلي الإجمالي صعودا وهبوطا صعودا وهبوطا وهكذا عبر الزمن. هذا الآن هو الناتج المحلي الإجمالي، نون ميم جيم ناتج المحلي الإجمالي، لكن اتجاه الدورة إلى الأعلى، لاحظوا لي، وهذا الاتجاه ممكن يكون الاتجاه إلى الأسفل، اتجاه الدورة ممكن يكون الأسفل، لكن التذبذب الآن حول اتجاه الدورة إلى الأعلى. من المهم أن نتعرف على بعض العوامل التي تؤدي إلى هذا الهبوط والانخفاض، هبوط وانخفاض وهكذا، عفوا الصعود والهبوط وهكذا، من خلال ما يسمى نظرية أو مبدأ المسارع. نتابع. عند النظر إلى مكونات الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى الطلب الكلي، Aggregate Demand هو نفسه الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا نظري وهذا الذي تحقق على أرض الواقع. هذه الآن المعادلة البسيطة، هذه Y تساوي C زائد I زائد G زائد صافي X ما يسمى هنا الصادرات مطروح منها المستوردات. فعندي هاي كمية الإنتاج أو قيمته، هذا الاستهلاك، قيمة الاستهلاك أو الإنفاق الاستهلاكي طبعا أو الاستهلاك نفسه، هذا الإنفاق الاستثمار أو الاستثمار نفسه، هذه النفقات الحكومية، وهذا الآن صافي القطاع الخارجي السلعي، لهذا المصدر طرحنا المستوردات وبطلع عندي صافي اللي هو تريد بالانس أو ما يسمى الميزان التجاري. نجد عندما نتفحص هذه المكونات Y تساوي C plus I plus G plus X minus M، هي مكونات الناتج المحلي الإجمالي أو الأجريجيت ديماند، الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق الاستثمار، نفقات الحكومة، وما صدرناه ويطرح منه ما استوردناه، قيم، قيم مقابل قيم. نجد بأن الإنفاق الاستهلاكي هو أهم مكون من Y، ما يعني بأن ارتفاع C، طبعا هذا لا ينفي أهمية بقية العناصر، لكن هو أهم واحد لأنه الاقتصاد يعمل من أجل الناس الذين يقطنون داخل هالدولة اللي يعني اقتصادها هو يتكون من هذه الأشياء. فالآن ما يعني بأن ارتفاع C يؤدي إلى ارتفاع Y، لكن ارتفاع C يستوجب ارتفاعا مضطردا في I اللي هو الاستثمار، ما يعني بأن هناك رابطا مباشرا بين C و I اللي هو الانفاق الاستهلاكي مرتبط مع الانفاق الاستثماري. لكن كيف؟ فالاستثمار يؤدي إلى زيادة إنتاجية المنشآت، لكن الرابط هو بين التغير في C، rate of change of C، تغير في C ومستويات Y. الآن هذا نتحدث عن نسبة مئوية معينة تغير فيها 10-20-30%، ومستويات I اللي هي مثل 50 مليون 20 مليون وهكذا. هذا الآن تحتاج المنشآت إلى زيادة الإنتاجية. لماذا كل الحكي هذا؟ لأن المنشآت تحتاج زيادة الإنتاجية بواسطة الاستثمارات الجديدة كي تواجه الزيادة في الطلب الاستهلاكي، وجزء من الطلب الحكومي زيادة فيه، وجزء من طلب المصدرين وكذلك المستوردين، علما بأن نسبة الطلب الاستهلاكي في بعض الاقتصادات قد تصل إلى ما بين 70-80% من الطلب الكلي. هذا يعني C هنا قد يساوي 70-80% من كل Y، والباقي كلياته 30-20% أو 20-30%. نتابع.
لابد عند هذه المرحلة أن نحدد شكل الرابط بين C و I لنؤكد على أن الرابط ليس بين مستوى C ومستوى I، بل بين معدل التغير هو نسبة مئوية ومستوى I. الآن لنفترض بأن مستويات الاستهلاك كانت كما يأتي بالمليار دينار، ثم حسبنا التغير المئوي في مستويات الاستهلاك، ثم نظرنا إلى مستويات الاستثمار. هذه الآن معلومات افتراضية عن C، 10 مليارات، 15 مليار، 25 مليار، 45 مليار، 90 مليار، 90 مليار، 80. لاحظوا لي ازدادت باضطراد إلى أن وصلت إلى 90، ثم استقرت عند 90، بعد ذلك انخفضت إلى 80. إذن سي الآن ارتفعت وأخيرا انخفضت، لكن انخفضت من 90 إلى 80، ليس إلى المستوى السابق. هنا لو حسبنا الآن التغير المئوي من هنا إلى هنا، ثم من هنا إلى هنا، لوجدنا الآن زاد الآن بمقدار 50% من 10 إلى 15، هاي الخمسة زيادة من 10 تساوي 50%، من 15 إلى 25 زاد 67%، من 25 إلى 45 زاد 80%، من 45 إلى 90 زاد 100%، من 90 إلى 90 زاد 0%، ومن 90 إلى 80 انخفض بمقدار 11%. لنفترض الآن بأن الاستثمارات التي قابلت ذلك كانت كما يلي. الآن عندما كان معدل الاستهلاك 15 الآن، كان الآن معدل الاستثمار، أو يعني بمعنى آخر مستوى الاستهلاك كان 15، كان مستوى الاستثمار 5. لكن هذا عندما ارتفع الاستهلاك من 10 إلى 15، ارتفع الآن الاستثمار من كم معين لا نحتاجه إلى 5. ثم الآن عندما ارتفع الاستهلاك من 15 إلى 25، ارتفع الآن هذا المعدل بمعنى آخر إلى 67%، ارتفع الاستثمارات مقابلها من 5 إلى 10، هنا بالملايين بالدنانير شو ما كانت، وهنا بالنسبة مئوية. ثم الآن مقابل 80% ارتفع 25 مليار. عندما ارتفع الآن معدل الاستهلاك من 80 إلى 100%، من 45 إلى 90 100%، ارتفع الاستثمار صدفة هنا أنه 25 إلى 50. وعندما انخفض الآن من 100% إلى 0، انخفض الاستثمار إلى 0، هنا عندما انخفض الاستهلاك من 90 إلى 80، لاحظوا لي يعني معدل الانخفاض أو نسبة الانخفاض كان 11%، لكن الاستثمار انخفض من 0 إلى سالب 5، بمعنى آخر بأن هناك منشآت قد يعني ألغت أو باعت جزء من رأس المال تبعها. فالآن في هذه السنة أو في هذه الفترة انخفض بمقدار 5 ملايين أو 5 وعداد استثمار. هذا الآن ليفلز أو مستوى الاستثمار، لكن هنا نسبة الزيادة أو التغير في الاستهلاك. كيف نمثل ذلك بيانيا؟ هنا على المحور الأفقي الزمن، هنا عندي على المحور العمودي الاستهلاك والاستثمار. لاحظوا لي الآن هذا الشكل المنحنى، هذا الصعد ثم أخذ بالهبوط باتجاه سيم. هنا هذا هو النسبة المئوية في التغير في الاستهلاك، كانت مرتفعة لاحظوا لي 50 67 80 100%، بعدين صفر أوكي، بعدين انخفض إلى 11%، وهكذا سالب طبعا هنا، فارتفع وانخفض أصبحت تحت الصفر الزيادة فيه. مقابل ذلك لاحظوا لي هذا مستويات الاستثمار من 5 إلى 10 إلى 25 إلى 50، استقرت الآن عند صفر، لا ما في زيادة من هون إلى هون، والآن بعدين ثم انخفضت، يعني بعض الشركات صفت جزء من رأس مالها، وبالتالي هذا الاستثمار. هذا الآن هو مبدأ المسارع، يعني عندما يرتفع معدل الاستهلاك تتبع الآن زيادة في الاستثمارات، وعندما تأخذ الاستثمارات بالانخفاض كنسبة مئوية الآن، هذا كذلك الأمر الاستثمار يأخذ بالانخفاض. أخيرا الآن لو نمثلها بيانيا، الزيادة في معدل الطلب الاستهلاكي، زيادة في المعدل ها، تبعها زيادة في الناتج الإجمالي، ثم تبعها زيادة في مستويات الاستثمار. لكن الآن طبعا نحضر هنا زيادة، لكن هنا عندما تنخفض الأمور، يعني انخفاض في معدل الطلب الاستهلاكي أدى إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج الإجمالي، ثم انخفاض في مستويات الاستثمار. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبة الطلبة والمتابعين حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.